القطايف النية اللي بالقشطة اللي هي يطلق عليها نية، لكن هي طبعا مش نية، هي كده كده زي الكريب مستوية، لكن المقصود بيها انها مش متحمرة يعني. دي قطايف واحنا عملناها وهنزل لكم طريقتها لما نرجع من الفاصل. قطايف زي ما بيقولوا نية، لكن هي طبعا اصلا مستوية، لكن المقصود مش متحمرة. وهمسك القطايف اقفلها نص قفلة، وده اللي احنا هنعمله لو هنحشيها بعد كده بالشوكولاتة، بس انا هنا مش هقلي، انتوا هتقلوا اهو. واحدة كمان اهي، بمسك كده واجيب هنا واقفل نص القطايف بس كده. القطايف زي ما انتوا شايفين كده، عادة الحقيقة بقى عشان الأمانة برضو انتوا عارفين انا بحب الدقة في الحاجات دي، القطايف دي عادة بتتعمل بقطايف عصافيري اللي هي القطايف الصغيرة، مش بالقطايف الكبيرة، بتبقى أحلى كتير في الشكل وفي التكلفة وفي الأكل نفسه. فلو انتوا توفر عندكم القطايف العصافيري يبقى أحسن، اللي هي صغيرة الحجم الصغير، أو لو هتعملوها في البيت ياريت تنزلوا لنا طريقة العجينة اعملوها مفيش مشكلة، وانتوا صغروا الحجم وانتوا بتعملوها. بنعمل ايه بعد كده بقى؟ بنجيب قشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، لو احنا يعني مخزنين من وش اللبن طبق او علبة في التلاجة، او بنجيبها من عند اللبان، قشطة لباني طازة فريش من اي سوبر ماركت كبير في قسم الجبن، او من اي لبان في الاحياء بتاعتنا اللي بيبيع اللبن الطازة. بنحطها من غير اي اضافات زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنحشي بيها. وبعدين باخد الطرف ده اقوم حطاه كده. اهم حاجه تكون القشطه بتاعتكم في درجه حراره الغرفه، يعني ما تسيبوهاش كتير طبعا لانها بتبوظ بسرعه، بس تكون في درجه حراره الغرفه عشان تعرفوا تتحكموا فيها. وممكن جدا كريم شانتيه، لكن الوصفه الاساسيه بتتعمل بالقشطه. قدامكم المقادير، وان شاء الله هنزل لكم دلوقتي برضو مقادير العجينه نفسها. اهو خلصنا. في شويه بقى عسل ابيض في البوله اللي في النص ده، هاخد منه رشة على القطايف، وبعدين هقوم حاطة بقية الطبق بتاع العسل هسيبه في النص، لأن في ناس بتحب العسل يبقى زيادة. عادة بتتحط معاها العسل الأبيض مش الشربات بتاع الحلويات. إذا أنتوا ما عندكوش عسل أبيض وعندكوا شربات الحلويات بس هتقلوه شوية وتحطوه، ما يجراش حاجة. أهو كده، واخدها كده في اللي اسمه ايه ده، الفستق. ما ينفعش ان انا اجهزه وادخله التلاجة واطلعه وقت الاكل. فاللي بيحصل ان انا بجهز الاقماع بتاعة القطايف، بجهز القشطة في التلاجة واطلعها قبل ما اشتغل بيها بخمس دقايق فقط لا غير، وبضرب الفستق اصغره كده اجرشه واسيبهم، ووقت التقديم وقت الاكل بقف اعملها. الجو حر فخلوا بالكم. وادي شويه العسل والباقي على الوش، وادي برضو رشه من الفستق.